صباحكم خير وسعادة وفرح. أهلا بحضراتكم مشاهدي القنوات On Time Sports في كل مكان. حلقة جديدة النهاردة من صباح On Time. عندنا موضوعات كتير بالتأكيد هنتكلم فيها، واستعدادات النادي الأهلي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا مباراة العودة، مباراة بالتأكيد بتحمل يعني أمال وأحلام جميلة جدا جدا لجمهور النادي الأهلي اللي بيستعد ليها، وعارف أن مباراة العودة هيكون ليها طعم تاني أمام فريق الترجي التونسي. بالتأكيد الجمهور على الموعد، واحنا كمان على موعد مع اخبارنا الرياضيه النهارده. هكون معاكم لمده ساعه ونص في صباح اون تايم. نبتدي كلامنا عن مسابقه الدوري المصري الممتاز دوري نايل الجوله ال 24. ناكد مره واثنين وثلاثه على اهميه المرحله اللي احنا فيها. عمر وتاريخ الكره المصريه في 2024 بالتاكيد منتخبات مهمة جدا 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 منتظرة ان احنا نواجهها، وبالتأكيد أكيد مسابقة الدوري المصري الممتاز بتصب في مصلحة المنتخب المصري. عندك فرصة تاريخية أن أنت تحقق أربع إنجازات. طبعا فوز الزمالك خلاص يعني نقدر نقول كده كان أول إنجاز يوم، بجانب إن شاء الله فوز النادي الأهلي بإذن الله، وجمهور النادي الأهلي يطمن ويبقى مبسوط وخلاص، يعني نقول كده أنه البروفة الأخيرة تعدي على ألف خير وسلام، ويقدر جمهور الأهلي أن هو يطمن بمباراة العودة، وبعد كده نجاح المنتخب الأول وإن شاء الله نجاح المنتخب الأولمبي. هيبقى بإذن الله عام محترم ومميز وليق باسم الكرة المصرية واستثنائي في تاريخ الكرة المصرية، لأنه آخر مرة القطبين حققوا لقبين قاريين كان في عام واحد. طبعا ده كان سنة أو زي ما بنقول كده كان من 30 سنة، وده رقم كبير جدا. وفي نفس السنة دي بالمناسبة كان منتخب مصر على بعد خطوة من إكمال مسلسل النجاح المصري في تصفيات كاس العالم، لكن حصل اللي حصل في مباراة زيمبابوي الشهيرة. ده كان سنة 93، محدش يقدر طبعا ينسى المباراة دي. أقل من 72 ساعة بنقول البروفا الأخيرة لجمهور النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي، والفصل الأخير من الحكاية والرواية والسيناريو المرتقب في رحلة الحفاظ على لقبه الغالي اللي اتحقق في السنة اللي فاتت 2023. ده طبعا بجانب تحطيم رقم قياسي جديد وغير مسبوق في الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة ال 12، وهيكون لينا متابعة النهاردة بإذن الله، وهنتكلم وبكرة بالتأكيد طبعا عن كل كبيرة وصغيرة في استعدادات النادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا هنا على استاد القاهرة على أرضك مع جمهورك. تشجيع الألفات المؤلفة من جمهور النادي الأهلي اللي جايين لك من كل مكان، جمهور النادي الأهلي اللي عايز يتفرج على ملحمة كروية محترمة تليق باسم فريقه، وكل اللعيبة تكون على الموعد وعارفة قيمة وقدر تيشرت النادي الأهلي وتقدم شيء وعرض مميز جدا يليق بيهم. ما يجيش بقى حد يقول لي أصله في لاعب من اللعيبة المهمين هيكون غايب عن النادي الأهلي زي علي معلول. عندك كارت واثنين وثلاثة واربعة، عندك اكتر من لاعب جوكر تقدر ان انت تعتمد عليهم في المباراة، وده يأكد على انه النادي الاهلي ما عندوش فرقة واحدة، عنده فرقة واثنين وثلاثة، وده اللي اسسه سواء اذا كان كولر وابتدى ان هو يشتغل عليه خلال الفترات اللي فاتت، وانه مجلس الادارة قدر برضو ان هو يشتغل على ده من خلال الجهد الكبير جدا، اكتشف عدد من اللعيبة، التعاقدات اللي حصلت الفترة اللي فاتت، وفي اكتر من يعني حل او اكتر من كارت يقدر النادي الاهلي ان هو يجد بيهم حلول دائما في اي مركز عندك مشكلة فيه. ده طبعا لا يقلل من قيمة ابدا وجود نجم كبير جدا زي التونسي علي معلول ومدى قيمته وقدره، وده لو بيأكد على انه مدى ثقة جمهور النادي الاهلي في لاعب زي علي معلول. ابتدت بقى التكهنات زي ما بقول لحضراتكم مين اللي هيلعب في المركز ده، وتلاقي ناس بتقول كوكا، تلاقي ناس بيقول كريم الدبيس، وتلاقي ناس بتقول لك اكرم توفيق. ايا كان اللاعب اللي هيكون متواجد في مركز الباك شمال داخل النادي الاهلي في مباراة العودة امام الترجي التونسي في دوري ابطال افريقيا، ايا كان هو في الاول وفي الاخر متواجد داخل فريق متكامل، وهو عنصر من 11 لاعب ويستطيع انه يقدم اللي مطلوب منه. ومش هنروح بعيد زي ما حضراتكم شايفين الصورة اللي فاتت فيها مصطفى شوبير اللي الكل قبل ما يبتدي ان هو يكتب شهادة ميلاده مع النادي الاهلي، البعض كان متخوف بعد اصابة محمد الشناوي، بعد اصابة طبعا الشناوي. وهنا لما بقول
محمد الشناوي بقول انه يعني خبرات كبيره قوي، وبتكلم في انه بيبقى صعب على الجمهور انه يستوعب انه الحارس الاساسي ليه مش متواجد، ولكن زي ما بنقول يا جماعه دايما هو ده اللي معتاد عليه في كره القدم، وهو ده اللي لازم يكون دايما الجمهور بيوصله للاعب. اديك الثقه، اخليك تاخد فرصتك. هو حد يقول انه اي لاعب من اللعيبه اللي بتشوفها بتبتدي ان هي تكتب شهاده ميلادها مع الجماهير بيجي من اول مباراه؟ استحاله، لكن بتصبر عليه مره واثنين وثلاثه، يبتدي ان هو يتكيف مع الظروف، ياخد طبيعه الفريق، ياخد قيمه وقدر التيشيرت اللي بيرتديها، عشان في الاخر تلاقي الناتج اللي انت عايزه. وده يخليني برضه اروح معاكم من النادي الاهلي لنادي الزمالك، وهنا في اكتر من نموذج، وده برضه بيخلينا نروح لفكره الفرص. ان انا لما بديك فرصه في الحياه مش معناها انها الفرصه الاولى والاخيره، لازم ان انا اديك فرصه واثنين وثلاثه لحد ما تثبت لي العكس. وده يخليني اروح معاكم لنادي الزمالك، ويخليني اتكلم معاكم عن حمزه المتلوثي. حمزه المتلوثي من اللعيبه اللي شفناهم بيكتب شهاده ميلاده مع نادي الزمالك بشكل مختلف تماما تماما، كانك بتشوف لاعب تاني. ودايما يؤكد ان الفرصه ما بتجيش مره واحده، اللاعب بيجتهد وبيشتغل، ومع كل فتره بيبتدي ان هو يغير ويجدد دماغه ويغير من اسلوبه، ويبتدي ان هو يلتزم بالادوار اللي بيتقالوا عليها من مدير فني مختلف، من فكر واسلوب مختلف تماما، لحد ما بوصل للتوب فورم بتاعتي، لاعلى جوده ليا، لاحلى نسخه مني، ان انا اقدم افضل نسخه مني كلاعب. اعتقد ان الامكانيات بتكون موجوده، والا ما كانتش الانديه هتتعاقد مع اللعيبه، وما كانتش الانديه هتختار لاعب اجنبي دونا عن كل اللعيبه المتواجده في المركز ده، سواء اذا كان في الدوري المصري او حتى في الدوريات التانية. لكن انك انت تروح تختار لاعب تونسي وتقرر ان انت تتعاقد معاه لاعب اجنبي، ويكون طبعا ده هيفرق معاك جدا في خزينه النادي وهيكلفك، لازم يكون اللاعب ده اكيد عنده الامكانيات اللي تليق باسم الفريق. وهنا ما بتكلمش على لاعب واحد فقط، بتكلم على اي لاعب اجنبي بيتم التعاقد معاه، او اي لاعب مصري. الفرصة قدامكم، قدامك فرصة واثنين وثلاثة لحد ما يعني تكتب شهادة ميلادك الحقيقية مع قطب من قطبي الكرة المصرية اللي يليق بيك ويستحق دائما انك انت تقدر تقدم افضل جهد عندك وافضل شغل وتتفانى في العمل لحد ما توصل للشيء اللي فعلا تستحق ان الجمهور يشيد بادائك فيه، وزي حمزه المتلوثي يحصل على اللقب زي ما بقول لحضراتكم من افضل الالقاب اللي حصل عليها في الكونفدراليه الافريقيه. وطبعا ده ان يدل على انه اللاعب اجتهد جدا جدا جدا. وهنا لو اتكلمت هتكلم طبعا على لعيبه كتير قوي قوي قوي، لو ابتدينا ان احنا نتكلم على كل لاعب يقدر ان هو يطور ادائه خلال الفترات اللي فاتت، يخلينا ان احنا نعرف انه ما فيش مستحيل، وان الفرصه ما بتجيش مره واحده، بتيجي مره واثنين وثلاثه. المهم انك انت ما تستسلمش وتطور نفسك علشان في الاخر تشرف نفسك وتشرف بلدك. نروح بقى لدوري نايل ونتائج مباريات امس. دوري نايل بلديه المحله امبارح قدر يفوز على فريق الداخليه بنتيجه هدف مقابل لا شيء. اما عن فريق الجونه فتعادل سلبيا امام طلائع الجيش 0-0. واخيرا سيراميكا كليوباترا قدر يفوز على فريق البنك الاهلي بنتيجه هدف مقابل لا شيء. المباراة الأولى جمعت ما بين فريق بلدية المحلة مع الداخلية، واتلعبت على ملعب المحلة وانتهت بفوز ولا أغلى للبلدية بهدف دون رد سجله نجم وهداف الفريق وهداف الدوري المصري اللاعب القادم بسرعة الصاروخ حسام أشرف في الشوط الأول من ضربة جزاء علشان يرفع رصيد بلدية المحلة للنقطة 22 في المركز 15 من 23 مباراة. وده أول فوز للبلدية بعد خمس مباريات كاملة من آخر فوز حققه على المقاولين العرب في 19 إبريل الماضي، بعدها خسر في خمس مباريات أمام سموحة وزد والاتحاد السكندري والنادي الأهلي وفاركو. بنقول ألف مليون مبروك لفريق بلدية المحلة ومدربه طبعا الكابتن أحمد عبد الرؤوف اللي لا يكل ولا يمل عن تقديم المزيد وما بيأس مع لعيبته اللي راهن عليهم واللي قدر إن هو يكتب شهادة ميلاد أكتر من لاعب داخل فريق بلدية المحلة. اللعيبة
بصراحة بتجتهد وبتحاول إن هي تقدم نسخة رائعة وتليق بيهم وباسم فريق راهن عليهم طبعا زي فريق بلدية المحلة. هارد لك لفريق الداخلية اللي توقف رصيده عند النقطة 12 في المركز الأخير من 23 مباراة. علشان نعيش معاكم الأجواء أكتر داخل فريق بلدية المحلة هيكون منورنا دلوقتي عبر الهاتف الكابتن حمد علوي مدير الكرة بنادي بلدية المحلة. بنصبح بحضرتك يا كابتن، صباح الفل عليك. صباح الخير أستاذ فرح، صباح الفل. صباح الخير عليك يا كابتن حمادة. طبعا في البداية بنبارك لك وبنبارك لفريق بلدية المحلة الفوز الغالي جدا بعد يعني نقدر نقول 5 مباريات كانت الأمور متوقفة داخل فريق بلدية المحلة والنتائج كانت غير المتوقعة أو ليست على ما يرام. تعليقك إيه على الفوز امبارح في مباراة الداخلية وشفت الفريق من أنهي زاوية؟ والله احنا بنحمد ربنا الحمد لله، 3 بونت غاليين جدا. احنا زي ما حضرتك قلتي كده بقالنا 5 مباريات ما بيننا احنا الفرقه برضو اداء مش كويس، اول مباراتين بتوع السموحه وزاده الاداء مش مظبوط قوي، ال3 مباريات الاخرانيه اللي هم بتوع نادي الاتحاد والاهلي وفاركو احنا الاداء كان جيد جدا، بس في سوء في في يعني مش عايزين نخش في سكه التحكيم، بس في ظلم تحكيمي مصر كلها قالت، الكبار بتاع التحكيم كلهم قالوا، فكنا محتاجين المكسب ده جدا جدا، لان عدد يعني لو احنا ما كناش كسبنا امبارح كنا هندخل في مشكله كبيره يعني. عارف حضرتك النهارده في 4 5 فرق بينافسوا تحت على الهبوط، احنا منهم. فالماتش امبارح 6 بونت، لعب برضه فرقه بتنافسنا في المجموعه اللي تحت يعني. الحمد لله الاداء امبارح اللعيبه رجاله، اداء برضه تحت في الضغط اللي هم كانوا فيه لازم ضروره المكسب، كان اداء جيد يعني، بس مش ده قد امكانياتهم. احنا مبسوطين بال3 بونت وان شاء الله الاداء يتحسن كمان الفتره الجايه ان شاء الله. الحقيقه ان لما بنتكلم على لعيبه فريق بلديه المحله عارفين انها لعيبه كابتن احمد عبد الرؤوف راهن عليهم، وفي اكتر من نموذج من النماذج اللي بتاكد على انه اللعيبه الشباب قادمه بسرعه الصاروخ، منهم حسام اشرف ومنهم ماجد هاني ومنهم اكتر من لاعب. الحقيقه انه ماجد هاني امبارح ضيع فرصه يعني كانت زي ما بنقول كده، كان فريق بلديه المحله بيمني النفس بيها، من اجمل الاهداف اللي شفناها طبعا في مرمى النادي الاهلي كانت لماجد هاني وشاب يعني من الشباب اللي متأكدين ومتنبئين ليهم بمستقبل باهر في الكرة المصرية. حسام أشرف تعليقك إيه أيضا على أدائه وشايف إن هو يصبح هداف الدوري حتى هذه اللحظة، إيه اللي حضرتك متنبئ ليه بيه؟ حسام وأشرف من ولاد نادي الزمالك وإحنا واخدينهم إعارة من نادي الزمالك، هم جايين لهدف معين إن هم يلعبوا مباريات كبيرة يقدموا بإخلاص، هم لعيبة محترمة جدا مأدية معانا أداء رائع جدا، بس كمان عندنا لعيبه كبيره، عندنا نور الزموري من تونس، عندنا محمد راجل الصافي امبارح واخد احسن لاعب في المباراه سيرتك بنقدمه لمنتخب مصر، عندنا هشام البكراري سيد عوض، احنا بس الفتره في فتره كده كان فيها النتائج مش كويسه برضه نحب نوضحها للناس يعني، احنا كان في فتره المجموعه بتاعت سيرتكات 3 ورا بعض مصابين. الباك ليفت عندنا عبد الله جمعه مصاب، علاء مارسيلو مصاب، امبارح كان محمد رضا موقوف، السيد عوض لعب، تكوين الفرقه الكابتن احمد هو بيكون الفرقه كل مكان في 1 و2 و3، بس طبيعي ان القوام الاساسي دايما بيبقى فيه فرق يعني في الكواليتي نفسه شويه عن البديل، فاحنا في فتره فعلا كنا بنلعب بمجموعه مصابين كتير جدا وكنا بنلعب ناقصين مع عدم الخبرات في بدايه السنه، النهارده طبعا الخبرات بقت احسن، بقت في تثبيت في الفريق، الفريق بيتعدل فيه حاجات بسيطه كل ماتش نظرا للايقافات والاصابات، فعشان كده ان شاء الله الاداء بنامل ان هو يتحسن الفتره الجايه ان شاء الله. باذن الله. لو اتكلمت مع حضرتك ايضا عن الاستعدادات للمباراه القادمه هتكون عامله ازاي، وفي نفس التوقيت ايضا بتقولوا ايه للكابتن احمد عبد الرؤوف؟ يعني بالتاكيد المدير الفني بيجيله لحظات من يعني الحزن او الياس في بعض الاحيان، بيكون عايز يوصل لفريقه الافضل شكل ممكن ولكن بتخونه النتائج، وبيكون خايف ان هو لا قدر الله يودع المسابقه، ما يكونش عند حسن الظن، ما يقدمش الاداء اللي كان مطلوب منه. حضرتك بتقول ايه؟ حضرتك طبعا وجهازك المعاون ومجلس الاداره لكابتن احمد عبد الرؤوف علشان ما يفقدش الامل دايما وما ييأس ويكون دايما عنده امل انه يوصل بفريق بلديه المحله لمكان يليق به.
هو حضرتك كابتن احمد عبروس، احنا دي تاني سنه اللي معاه. السنه اللي فاتت برضه في الاول كان في عثرات كده وكده، بس هي دي سياسه مجلس اداره. احنا ما بنحبش تغير المدربين كتير، نحس ان تغيير المدرب ده بيعمل عدم استقرار في الفريق. ففي الهزايم بيقعد رئيس النادي يقول له دي سياستنا واحنا متمسكين بيك، وبعدين احنا شايفين شغل راجل بيجتهد في شغله، ما بينامش، محاضرات كتير، اداء في الملعب، بيشتغل مع اللعيبه، هو عايش مع اللعيبه على طول، في تواصل بينه وبين اللعيبه، في تواصل بينه وبين الاداره. فاحنا لازم بدل شايفين الراجل بيعمل اللي عليه فبنديله فرص، وهو الحمد لله احنا بمعدل ان احنا مثلا بنخسر ماتشين ثلاثه بنقدر نكسب تاني. فالتجميع بتاع اللبنات، احنا النهارده موجود تحتينا خمس فرق او اربع فرق في الدوري. فهو لازم ياخد فرصته كامله. وانا يعني انا ومجلس اداره احنا عندنا سياسه واحده اللي هي عدم التغيير. طبعا. طبعا مش يعني انا بتكلم بصفتي ان انا مدير الكوره، بس القرار بيبقى بتاع مجلس اداره. هم عايزين الاستقرار، بيدوا للمدرب فرصته كامله، خصوصا ان هو شايفين راجل مجتهد مؤدب محترم، مش داخل على اللعيبه بحاجه، متواجد على طول. وفي وقت ان النتائج ما بتبقاش زي الاداء، يعني بقول لحضرتك اخر ثلاث مباريات الناس كلها شافت مباراه الاهلي. كنا كويسين جدا، وكنا ممكن نطلع على اقل حاجه ببونت. ماتش الاتحاد لنا ضربه جزاء واضحه جدا. ماتش فرق محسوب علينا ضربه جزاء ما فيهاش اي حاجه، يعني فاول على المهاجم الاول. الحاجات دي انت بتقيميها، بس انا مش هغير مدرب غير ما يكون في تقييم حاسس ان هو الراجل ده مثلا ما بيشتغلش، مقصر في حاجه. لا الكابتن احمد مش مقصر في حاجه، وراجل يعني مدرب زي ما احنا النهارده بنشتغل بلعيبه صغيره وبنقدمها للمنتخبات، وعندهم زي حسام اشهر زي ما حضرتك قلت، وماجد وهشام ونور وصافي، يعني عندنا مجموعه لعيبه كتير بنقدم برضه مدرب. والكابتن احمد هيبقى ليه شأن صحيح على التدريب ان شاء الله. بما ان حضرتك بتتكلم على الاصابات وقد ايه مأثره بشكل كبير جدا، شايفين مع الشاشه دلوقتي مع كل جمهورنا، طبعا واحد من اهم المدربين طبعا دايما بيشتغلوا على الاحمال البدنيه احمد عصمت، لانه عصمت من كمان المدربين اللي بيقدر ان هو يشتغل على اللعيبه صغير في السن وعنده خبرات. طبعا كان متواجد داخل نادي الزمالك خلال الفترات اللي فاتت ومع الفريق الاول. هل بيكون التعليق عامل ازاي فكره انه اكتر من لاعب يتصاب في نفس التوقيت بيشتغل، بيكون مثلا قايل لكم على توقيت معين اللعيبه دي تقدر ان هي ترجع لحالتها الطبيعيه، بتقدروا ان انتوا ازاي تعملوا الحاله دي معاه؟ هو حضرتك احمد جه من شهرين، احمد عصمت اضافه قويه جدا جدا. هو احنا عندنا جهاز طبي برئاسه الدكتور رؤوف فوده، دكتور عظام محترم ومعروف في المحله كلها، بيشتغل من خلاله احمد مكسب كبير جدا لنادي البلديه، ومكسب كبير لاي حد هيشتغل معاه. اولا عنده ميزه، عنده القبول، انت عارف لما بتتعاملي مع اي حد في الاول تلاقي شخص عنده قبول جامد جدا، محترم جدا، مجتهد جدا. فهو بصراحه كان اضافه للجهاز واضافه لنادي البلديه، وان شاء الله يبقى اضافه في الاماكن اللي هيروحها بعد كده. هو طبعا بيشتغل من خلال الدكتور مع تواصل مع المدير الفني، بيتكلم على الاصابات، يشوف اللعيبه دي هترجع امتى، عشان الكابتن احمد يبقى عارف لعيبته تهزا امتى. طبعا احنا للاسف احنا عندنا اربع خمس اصابات مؤثرين جدا. مؤثرين طبعا جدا جدا، فان شاء الله كلهم هيرجعوا قريب. يعني اسلام بس مزين، هو اللي ممكن يتاخر شويه. بس عندنا علاء مارسيلو قدامه فتره وجيزه، يعني 15 يوم ولا 20 يوم، عبد الله جمعه ان شاء الله اول اسبوع يكون معانا. ففي تواصل دايما بيبقى مع احمد عصمت، مع دكتور رؤوف، مع الكابتن احمد عبد الرؤوف، معايا، بنبقى دايما موجودين على طول وفي تواصل ما بيننا. يعني بنتمنى كل التوفيق لفريق بلديه المحله. شكرا جزيلا لحضرتك كابتن حماده علوي، طبعا نورتنا، وبنتمنى التوفيق لاي منظومه بتجتهد وبتشتغل علشان توصل بفريقها لمكان مميز يليق طبعا باسم فريق بلديه المحله. وبل بالعكس احنا عايزين نشوف مسابقه الدوري المصري الممتاز الموسم القادم فيها فريق بلديه المحله وغزل المحله، ودي تبقى من افضل اللحظات اللي ممكن يعيشها جمهور المحله في الكره المصريه. نروح معاكم للمباراه الثانيه، والجامعة
عن فريق سيراميكا كليوباترا مع فريق البنك الأهلي. انتهت بفوز صعب وغالي في نفس الوقت بهدف دون رد لسيراميكا كليوباترا سجله المدافع محمود الجزار لاعب البنك الأهلي في مرمى علشان يرفع سيراميكا رصيده للنقطة ال 34 في المركز الخامس من 22 مباراة. في المقابل بيتوقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة ال 22 في المركز ال 14 من 24 مباراة. أما بقى عن المباراة الثالثة واللي جمعت فريق الجونة مع طلائع الجيش واحتضنها ملعب الجونة انتهت بالتعادل السلبي ما بين الاثنين مدربين، سواء إذا كان الكابتن علاء عبد العال مع الجونة أو الكابتن عبد الحميد بسيوني مع فريق طلائع الجيش علشان يرفع الجونة رصيده للنقطة ال 30 في المركز ال 11 من 33 مباراة. في المقابل بيرفع الجيش رصيده للنقطة ال 30 في المركز العاشر من 22 مباراة. إذن هي جولة لعب فيها الجميع لصالح بلدية المحلة، تعادل فوركو وتعادل المقاولين وخسر البنك الأهلي وخسر الداخلية وفاز فقط بلدية المحلة وحصد 3 نقاط قد تكون هي الأغلى لغاية دلوقتي. طيب تعالوا نروح مع حضراتكم ايضا نستقبل دلوقتي عبر الهاتف الكابتن محمد عدلي المدرب العام لفريق الجونه علشان نتكلم معاه عن اخر التفاصيل داخل فريق الجونه. بنرحب بحضرتك، صباح الفل عليك يا كابتن. صباح الخير استاذ فرح، حضرتك عامل ايه؟ اهلا بيك، منور. تحياتي لحضرتك للبرنامج. تحياتنا ليك يا كابتن، وطبعا منورنا. عايزين نتكلم معاك على فريق الجونه، يعني شفنا امبارح مباراه كانت يعني هنقول كده انها خارج كل التوقعات لفريق الجونه. تعليقك ايه وشفت المباراه دي؟ فريق الجونه ما خرجش بيها برضو باللي هو عايزه. والله اقول لحضرتك حاجه، يعني احنا يمكن الاولاد امبارح قدموا مباراه جيده من خلال الالتزام، من خلال الوعي التكتيكي. الاولاد كان عندهم دوافع، كابتن علاء عبد العال المدير الفني للفريق حط تشكيله جيده جدا وكان عنده دافع اللي هو للفوز، ويمكن حتى غيرنا الشوط الثاني كانت كلها هجوميه، عرف ان احنا نوصل بالثلاثه انما هي دي كره القدم. النقطه الحمد لله رب العالمين، يمكن احنا كنا يعني في اوقات كتير جدا مسيطرين على مجرى المباراه، مضيعين يمكن 3 اهداف محققين جدا، كوره في العارضه وكوره في القائم غير كورتين من خلال مكة وارنو، فهي دي كره القدم. احنا بس الاولاد يمكن محتاجين خبرات، لان دي الفرص هي خبرات، يعني الاولاد تصرفه داخل ال 18 يارد دي تصرف من اللاعب، انما الحمد لله يمكن الاولاد الكابتن ما بين الشوطين وما بين حتى بقى نهايه المباراه تحياهم على الاداء، لكن عنفهم على الفرص اللي هي بتضيع، لان في احنا دلوقتي في حاله انصاف فرص، يعني ممكن المباراه تخلص بفرصه واحده. انما الحمد لله يعني احنا الحمد لله احنا يمكن نستعد لكل مباراه لحدها بعد كل مباراه على طول، ما احنا بنفصل وبنستعد للمباراه اللي بعديها. حتى امس يعني يمكن خلصنا المباراه من هنا والكابتن علي اجتمع بالجهاز عشان نفكر في المباراه الجايه، وان شاء الله القادم افضل باذن الله. غير نقطه مهمه جدا، احنا دلوقتي يمكن في 30 نقطه، ممكن حد يقول ان احنا في منطقه دافيه او منطقه مطمئنه، انما لا، احنا حاطين باستمرار العام الماضي فرقه زي المحله، فرقه زي اسوان كانوا مركز كويس، انما طبعا لسه قدامنا وقت، 30 لسه 10 مباريات 30 بونت، يعني لسه احنا في الملعب، احنا ان شاء الله هنستعد نرتاح عشان نبدا نطور اللعب اكثر من هذا، ونبدا ان احنا ندور على مركز متقدم باذن الله. حضرتك اتكلمت على جزئيه مهمه قوي يا كابتن محمد، الخاصه بانه في بعض الفرق فعلا بتكون مقدمه اداء مميز جدا وبيحصل لها نوع من تراجع المستوى، ولكن مش بيلحقوا نفسهم في نهايه الدوري، وده اللي حصل مع فريق اسوان وكانت مفاجاه كبيره جدا، ما قدرش يلحق نفسه الموسم اللي فات، فازاي فعلا بتشتغلوا على ده علشان تتلاشوا نفس الخطا؟ احنا على طول، بص حضرتك، احنا على طول احنا بنحاول نطور لعبتنا، بنشتغل بشكل مكثف جدا، المحاضرات كتير من الكابتن علاء مع اللعيبه، بيديهم دوافع لا تتخيل الدوافع اللي بيديها للعيبه ازاي، وده اللي حصل معانا في الداخليه السنه اللي فاتت، احنا كنا 12 بونت او 13 بونت واللي اقرب مننا 25 بونت، يعني برضه احنا دي حته مهمه جدا، فالدوافع الكابتن علاء كان بيغرزها في اللعيبه، والحمد لله تطوير اللعيبه في خلال فتره قليله
ان احنا قدرنا نوصل للمدى البعيد، ان احنا لازم نجتهد لاخر مباراه. واحنا نفس الكلام في الجونه، يعني يمكن دي التجربه السنه اللي فاتت مع فرقه الداخليه برضه، دي كانت قدام اعيننا على طول، فاحنا على طول بندي دوافع للعيبه. الكابتن علاء بيديهم محاضرات كتير جدا، بنطور في اداء اللعيبه، بنشوف النواقص اللي عندنا في الفرقه بنبدا نطورها باول باول. فالحمد لله اللعيبه في تطور مستمر. فامبارح بصراحه في مباراه امس مع الجيش، فرقه محترمه مع مدرب محترم، سكواد عالي، لكن الحمد لله الاولاد بتوعنا كانوا في قمه التركيز وقمه الدوافع، ادوا اللي هم المطلوب منهم من خلال الجهاز الفني من خلال الكابتن علاء، ادوا كل اللي مطلوب منهم من ناحيه الالتزام والدوافع. هي كان ناقص بس ان احنا نجيب جون، لكن الحمد لله رب العالمين هنفكر في اللي جاي ان شاء الله. صحيح، يعني ان شاء الله زي ما حضرتك بتقول نفكر في اللي جاي، هي دي افضل في كلمه. بالتاكيد لفريق بيجتهد وبيشتغل بشكل كبير جدا علشان يكون بيحافظ على مكانته في مسابقه الدوري المصري الممتاز. عايز اعرف من حضرتك بتحضروا ازاي للمباراه القادمه؟ احنا ان شاء الله عندنا مباراه بيراميدز بالتاكيد قادم. احنا خلاص احنا ما بنفكرش مين هنلعب قدام مين، هنلعب فرقه قدام فرقه 11 قدام 11. انما احنا عارفين ان هي بلاس المركز الاول، وعارفين حاطين في الحسبان ان هم عندهم سكواد عالي وفرقه منظمه. انما احنا بنشتغل ماتش بماتش، احنا هي اللعيبه دوافع اللعيبه، احنا بنحاول ننمي دوافع اللعيبه اللي عندنا، بنحاول كابتن علي بيشوف بيدرس طريقه اللعب اللي هنلعب بيها، اسلوب اللعب اللي هنلعب بيه، ازاي نوقف مصادر القوه اللي عندهم، ازاي نستغل نطاق من مناطق الضعف اللي عندهم هنشتغل عليها. فاحنا داخلين، يمكن احنا لسه مخلصين تمرين حالا وراجعين من الجونه، وداخلين على معسكر القاهره استعدادا للماتش الجاي. وان شاء الله باذن الله اللعيبه عندنا في الماتشات الكبيره اللي عندهم الدوافع وعندهم قمه التركيز والالتزام، فان شاء الله نقدر نعمل مباراه كويسه ونطلع نعمل مباراه ايجابيه، نطلع بنتيجه ايجابيه، وان شاء الله باذن الله نقدم مباراه كويسه باذن الله. باذن الله كل التوفيق كابتن محمد عدلي مدرب العام لفريق الجونه، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا، وبنتمنى لكم كل التوفيق لفريق الجونه. في بعض الاحيان في اصابات هنقول عليها يعني بتكون شهادة ميلاد لنجوم كتير قوي، وهنا لما بقول إصابات ما بقولش ان الإصابة دي مش شيء مؤلم او ان الإصابة دي مش اوحش حاجة في الدنيا للاعب الكورة. الإصابة دي هي ابشع شيء في الدنيا ممكن يتعرض ليها لاعب كورة، ولكن دايما تبص لنص الكوباية المليان. في بعض الاحيان وقليل قوي لما تكون الإصابة دي هي وسام وشرف كبير جدا للاعب كانت الإصابة دي مقابل بطولة. وهنا بتكلم عن نجم نادي الزمالك أحمد حمدي. ال 72 ساعة اللي فاتوا كانوا سبب إنه أحمد حمدي يكون بيفرح جمهور نادي الزمالك وجمهور الكرة المصرية بعد ما سجل وأضاف لنادي الزمالك بطولة غالية جدا في توقيت، لكن كان من التوقيتات الصعبة على نادي الزمالك. لكن اللي كان مفاجئ جدا انه جمهور الزمالك اكتشف ما بعد المباراه وبعد ما احمد حمدي عمل واجرى بعض الاشاعات انه تعرض لاصابه لعينه بقطع في الرباط الصليبي. ولكن بنقول قدر الله ما شاء فعل. حقيقي يعني اي حاجه بتهون على اي لاعب، ودايما بيهون الامور والظروف على اللعيبه، فكره انك انت تكون اتصبت مقابل بطوله ده مش شيء هين ولا شيء سهل على لاعب، ولكن بيكون سهل وبسيط وخفيف على قلبه جدا 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 لما يكون عارف ان هو فرح جمهور بالالافات علشان يكون متصاب ومنتظر عودته مره ثانيه ليهم. بالتاكيد من اللعيبه الكويسين قوي قوي قوي، ومن اللعيبه اللي كتبوا شهاده ميلاد محترمه وتليق باسم اللاعب وتليق باسم نادي الزمالك، وما اخدش وقت تماما ان هو ياكد ويثبت لنادي الزمالك ان هو على قدر المسؤوليه وعلى قدر التيشيرت اللي هو بيرتديها. لاعب يقدر يلعب في اكتر من مركز، طبعا من اللعيبه اللي تقدر تلعب جناح، يقدر يلعب مركز 10، يقدر يلعب في نص الملعب، اللعيبه الكويسه قوي اللعيبه الجوكر. الف سلامه طبعا على النجم احمد حمدي نجم نادي الزمالك ونجم نادي الاهلي السابق ونجم مونتريال الكندي ونجم الجونه، واحد من اللعيبه الكبار اللي ان شاء الله ليهم مستقبل جيد في الكره المصريه.
نروح معاكم دلوقتي لفقرة تصريح وتعليق. نبتديها ونبتدي تصريحاتنا من عند جوزيه جوماز المدير الفني لفريق الزمالك، واللي قال: سعيد ان انا جزء من الزمالك ورغم كل الازمات اللي بيمر بيها النادي، لكن انا مبسوط وسعيد لما بصحى كل يوم وانا رايح نادي الزمالك ورايح شغلي في نادي الزمالك، ببقى سعيد قوي. جمهور نادي الزمالك رائع، وكنت عندي حاله كده من ان انا دهشة على انه جسمي بيقشعر، على شعور يعني زي ما بنقول كده ميكس غريب ما بين اكتر من شعور ده حسيت بيه في نهائي الكونفدرالية، وكان ليهم دور مهم جدا 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 جمهور نادي الزمالك ان هو يساعد اللعيبة في البداية القوية في المباراة، وادوني طاقة وادوا اللعيبة طاقة علشان نقدم الطريقة اللي احنا قدمنا بيها المباراة. اما بقى عن علاقتي مع لعيبة نادي الزمالك فهي قوية جدا، في حالة ما بيننا حلوة، حالة حب، وده بيدينا طاقة إيجابية إن إحنا نطلعها في الملعب. ولما اتكلم جوزيه جوماز عن شيكابالا وعن عبدالله السعيد، قال شيكابالا يعني لما نتكلم كده عليها بيلعب بالكورة أو بتكون الكورة في رجله، يعني تحس كده إنه اللاعب ده عنده 20 سنة وبيعمل مجهود كبير جدا، ما بتحسش ابدا ان هو كبير في السن لانه بيعمل مجهود دايما، حتى لو هو مش جاهز تلاقيه دايما جاهز في ارض الملعب وهو جاهز ايضا للمباراه بكره. وده الفرق الوحيد اللي بيحتاجه دايما اي لاعب، ان هو يسترجع قوته عن لاعب تاني. اما عن عبد الله السعيد، قبل ما يستلم الكوره ولو كان مغمض عينه الاثنين، فهو عارف كويس جدا ايه اللي بيحصل في الملعب، وده مش مرتبط بالعمر ولا بالسن. عبد الله السعيد لو لعب في مركز 10 بيلمس الكوره اقل من ان هو يلعب في مركز الوسط، واحنا عايزينه يصنع لعب اكتر من كده ويبقى بيدينا كوره من الخلف ويكون صانع العاب من نص الملعب. عبد الله السعيد زي بيرلو، يقدر ان هو يلعب في كل الاماكن في ارض الملعب، عنده القدره على التمرير وقراءه المباراه بشكل كويس جدا. اما بقى عن احتياجات الفريق للصفقات الجديده، فقال جوماز: لا استطيع الحديث عن ضم لعيبه جدد ورحيل لعيبه تانية متواجدين حاليا، عندنا الوقت ان احنا نختار تدعيمات الموسم اللي جاي بشكل مميز جدا، ولسه عندنا 19 مباراه متبقيه في الموسم الحالي، وبالمناسبه اللعيبه المتواجدين في الفريق هم الأفضل في العالم بالنسبة لي بالتوقيت الحالي. وأضاف إن هو كمان محتاج 8 صفقات جديدة دون التطرق للأسماء أو المراكز، وعايز دايما إن هو يعتمد على ناشئي نادي الزمالك ويديهم الفرصة الكاملة. أما بقى عن مواجهة النادي الأهلي أمام الترجي في السوبر الإفريقي، فقال جوماز مدرب الترجي البرتغالي: ولكن أتمنى مواجهة الأهلي وتحقيق الفوز لأنها بتمثل بطولة خاصة. النهارده هنبدا اول مباريات دوره الترقي المؤهله لدوري نايل، وعارفين طبعا انه صاحب المركز الاول هو الوحيد اللي هيتاهل مباشره لدوري نايل. الانديه الاربعه المشاركه في دوره الترقي هي انديه حرس الحدود، سبورتنج، الترسانه، ومنتخب السويس. هنلعب دوري ذهاب واياب 6 جولات، يعني كل فريق هيلعب 6 مباريات، اللي هيجمع اكبر عدد من النقاط هيتاهل مباشره لدوري نايل. الجوله الاولى النهارده هتجمع ما بين فريق الترسانه مع حرس الحدود في ملعب نادي الترسانه في 100 عقبه. مواجهه قويه جدا ما بين الفريقين، عندهم رغبه كبيره طبعا ان هم يرجعوا للدوري الممتاز. نادي حرس الحدود مع مدربه الكابتن محمد مكي تاهل بعد احتلاله المركز الثالث في دوري القسم الثاني الف بعد باتوجات وغزل المحله. في المقابل الترسانه مع مدربه الكابتن حسين شكري تأهل بعد ما تصدر مجموعته في دوري القسم الثاني، وثم تخطى ديروط في المباراة الفاصلة المؤهلة لدوري الترقي. المباراة الثانية هتجمع سبورتنج مع منتخب السويس في ملعب حرس الحدود. سبورتنج مع مدربه الكابتن أحمد فاروق تأهل بعد احتلاله صدارة مجموعته في دوري القسم الثاني ب، وبعد كده فاز على المنصورة في المباراة الفاصلة بركلات الترجيح. في المقابل منتخب السويس مع مدربه الكابتن سعد فاروق تأهل بعد احتلاله صدارة مجموعته في دوري القسم الثاني ب، ثم الفوز على كهربة الإسماعيلية بهدف دون رد في المباراة الفاصلة. الترسانة في مواجهة الحرس، سبورتنج في مواجهة السويس في الجولة الأولى من دورة الترقي. كل التوفيق للجميع في مسابقة الترقي، وإن شاء الله كده نقول ألف مليون مبروك للفائز. مسابقة منتظمة وناجحة جدا في أول نسخة منها.
امبارح ابتدى معسكر تأهيلي للاعبي الى اولمبياد الخاص من ذوي الهمم قبل انطلاق دورة الالعاب الوطنية الشتوية العالمية للاولمبياد الخاص في مدينة تورينو ايطاليا 2025. تعالوا نشوف مع حضراتكم التقرير التالي ونرجع لكم مرة تانية. النهارده في وجود هذا المكان بنقدر ندرب اولادنا هنا، النهارده بنعمل المسابقة الاقليمية عشان نختار الفريق اللي هيسافر معانا في الالعاب العالمية في ايطاليا في مارس 2025 ان شاء الله. احنا بنتعلم من ابنائنا وابطالنا اللي بيعملوا حاجات احنا ما بنقدرش نعملها، ففرصة ان هم يتمرنوا في هذا الجو وفي هذا البرد وعلى التلج، يمكن احنا يعني حتى كرياضيين ما بتتاحش لينا الفرصة ان احنا نمارس النشاط زيهم. الحقيقة اي حد عنده حاجة صغيرة عايز يعملها ويكون خصوصا حاجة رياضية لازم يشتغل عليها، لازم يبقى ينميها طول الوقت، لازم احنا كمان نكون في ظهر اي حد بيفكر اللي هو ينجح في حاجة زي كده وينجح في رياضة معينة. وانا بقول للناس كلها مش ذو الهمم بس، الناس تتحرك والناس تتمرن والناس الرياضة هي الحياة، الرياضة هي الحياة. وكمان حتى حاجة صغيرة عايز أتكلم فيها ليها علاقة بالتلج. التلج يا جماعة ده أو التمرين في التلج أو الناس تروح لمكان زي ده يتحركوا فيه أو يعملوا فيه أي رياضة، دي حاجة جامدة جدا لأنها دي بتعمل ريكفري، دي بتستشفى مش طبيعي للجسم، كمان بتعلي الحرق. التمرين في أي ساعة أو في أي مكان زي ده بيعلي الحرق في الجسم أعلى من 100%. المستوى الإنساني طبعاً، فكرة إن إحنا يكون الإحساس إن هم قد إيه سعداء بالإنجاز اللي هم بيعملوه، قد إيه هم حاسين بالإهتمام بيهم، أعتقد دي على الوجه الإنساني شيء جميل. وفكرة إن إحنا نكون داعمين لحاجة زي كده بشكل مستمر إن شاء الله، إحساسنا إن إحنا بنقوم بدورنا في المجتمع ده يمكن أحد أهم الحاجات اللي إحنا بنحب إن إحنا نكون لينا بصمة ليهم بإذن الله، ونكمل إن هم يبقوا حاسين بهذا الاهتمام وننمي المهارات بتاعتهم، لأن الحقيقة دي حاجة من الحاجات اللي لازم أؤكد عليها. احنا بنستعد ازاي لده؟ ازاي ندرب على حاجات؟ احنا كنا متطوعين ندرب على حاجات تنظيميه كده، ان احنا نعمل اللي هو بننظم الشكل ده، احنا الرئه اللي بتنشط الحركه دي، فمن غير الرئه دي اللي هم المتطوعين الفولنتيرز الحدث ده مش هيمشي في احلى شكل. والله انا كنت جاهز ان شاء الله، ربنا يوفقنا في بطوله جديده، تجربه جديده اول مره تحصل اصلا في مصر، فكان نفسي ان انا امثل مصر تاني يعني في البطوله اللي جايه. هو احنا انا كمدرب جبت لاعب مرده ولاعب نادي فورتال ايرانا ومودي بواش للمشاركه في تصفيات معينه لبطوله ايطاليا 25 تلتلاف عجلين شتويه العاب شتويه. والحقيقه احنا اساسا بنستعد البطوله دي ان شاء الله باذن الله اللي مكون ان احنا نجيب ميداليا في بطوله العالم باذن الله. بطوله مهمه جدا للالعاب الشتويه، كل التوفيق لذوي الهمم اللي الحياه بيجتهدوا ودايما عايزين نكون في ظهرهم وندعمهم لانهم يستحقوا ان هم يمثلوا مصر ودونه ويكونوا دايما بينبسطوا وبيسعدوا وفي نفس التوقيت يقدموا اداء رائع جدا يليق باسمائهم باسم مصر. شكرا جزيلا على التقرير اللي استمتعنا به مع حضراتكم. هنروح لفاصل قصير بعدها نرجع نستكمل باقي فقرتنا واخبارنا في صباح اون تايم. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية لسنستكمل معاكم فقرتنا في صباح اون تايم. نروح بقى لعشاق الهاندبول، امبارح كانت المباراة الثانية في الباست اوف 3، طبعا مباراة كانت مهمة جدا في تتويج واحد من القطبين سواء اذا كان النادي الاهلي او نادي الزمالك بدوري المحترفين لكرة اليد. المباراة زي ما كلنا عارفين اقيمت على صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر ونقلناها عبر شاشة قنوات On Time Sports. نادي الزمالك نجح في أنه هو يعوض الخسارة الأولى وحقق مكسب كبير ومستحق على النادي الأهلي بنتيجة 29-25، رغم أن النادي الأهلي كان متقدم في بداية المباراة ب
بفرق كبير جدا، وصل لخمس وست اهداف، ولكن نادي الزمالك قدر يرجع في المباراه بالتدريج علشان يحقق النتيجه. ده طبعا في اطار منافسات نهائي بطوله الدوري المصري لكره اليد موسم 2023-2024. المباراه الاولى كانت انتهت بنتيجه 26-25، كانت ايضا مباراه مفاجاه جدا لانه نادي الزمالك كان على العكس متقدم فيها في بدايه المباراه، وايضا كان هيحسم المباراه حتى الثواني الاخيره. قدر النادي الاهلي يرجع للمباراه مره ثانيه وخسر نادي الزمالك المباراه الاولى، وده كان بنتيجه 26-25، علشان يكون كان الامل مهم جدا بالنسبه لنادي الزمالك انه يفوز في مباراه الامس، علشان لو كان النادي الاهلي فاز بالمباراه كان حسم وطبعا حصل على لقب المسابقه او لقب الدوري. لكن هنا بنقول ان المسابقه لسه في الملعب وان المنافسه لسه مستمره، وكانت طبعا بنقول الظروف مشابهه جدا ما بين المباراه الاولى والمباراه الثانيه، ولكن الحسم هيكون في المباراه الثالثه. زي ما بنقول اختلاف وضعيه الفريقين، نادي الزمالك كان متقدم في المباراه الاولى لغايه الثواني الاخيره، بعدين الاهلي عمل ريمونتادا ونجح في حسم المباراه بفارق هدف وحيد. امبارح المباراه كانت حماسيه جدا بشكل كبير من البدايه للنهايه، حسم التعادل الشوط الاول بنتيجه 14-14. نادي الزمالك في الثواني الاخيره من عمر الشوط الاول بيقدر ان هو يحسم التعادل علشان يخرج من الشوط الاول بالنتيجه اللي هو عايزها، هي 14-14. ايه اللي فرق قوي مع نادي الزمالك في المباراه؟ هو طرد اثنين لعيبه من اهم لعيبه النادي الاهلي، وطبعا هو واحد من اهم المدافعين للمنتخب المصري للهاندبول، وهو ابراهيم المصري، وايضا من اللعيبه المهمين جدا ياسر سيف، من اللعيبه اللي تم طردهم ايضا من المباراه. اثنين لعيبه دول فرقوا جدا 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 مع النادي الاهلي، وطبعا ابراهيم المصري زي ما بنقول هو بيطمن لعيبه النادي الاهلي في المباراه، وطبعا بيفرق مع خط الدفاع بشكل كبير جدا. ولكن في الشوط الثاني بالتحديد من بعد الدقيقة 25 تفوق نادي الزمالك بشكل كبير وأنهى المباراة بفارق 4 أهداف كاملة، عشان تنتهي المباراة بنتيجة 29-25. بالنتيجة اللي بنقول لكم عليها هيلجأ النادي الأهلي والزمالك للمباراة الفاصلة لحسم لقب الدوري المصري يوم الجمعة القادم الموافق 24 مايو 2024. هي دي الروح اللي معتدين عليها، وهي دي هاندبول الممتعة المصرية. ودايما بنقول انه لعبة كرة اليد ملهاش متعة وإثارة لو كانت بتحسم من أول لقاء. مباريات كرة اليد ما بين نادي الأهلي ونادي الزمالك دايما لازم تكون رايحة جاية كده، وما تكونش عارف لها بداية ولا نهاية وهتنتهي فين. بالتوفيق للجميع في أقوى بطولة قوية جدا جدا، شهدت منافسة كبيرة في البداية للنهاية، وزي ما بنقول عندنا لعيبة الحقيقة ان هم يستحقوا دايما ان هم يكونوا بيمثلوا منتخبنا المصري لكرة اليد، وبالتأكيد دايما اللعيبة دول بيكونوا لعيبة كبار في أنديتهم، وطبعا عندهم خبرات كبيرة جدا جدا جدا، وزي ما بنقول مصرنا الحبيبة هي دايما اللي بتصنع نجوم كرة اليد، وفعلا عندها يعني متعة وإثارة ولعيبة تليق باسم المنافسة. النهارده هيكون نهائي الدوري الاوروبي ما بين اتلانتا وباير ليفركوزن. ليفركوزن بيسعى ان هو يعني حقق ثلاثيه تاريخيه مع مدرب الونسو اللي قدر ان هو يحقق الدوري لاول مره في تاريخ النادي وبطوله منتظره اخرى، وقدر ان هو يحقق النهارده في المقابل اتلانتا الوصول لنهائي الدوري الاوروبي للمره الاولى في تاريخه. طبعا بيسعى ان هو يصالح جماهيره برضه بعد ما فشل في الفوز بكاس ايطاليا بالخساره في نهائي الكاس امام يوفنتوس. المباراة إن شاء الله هتكون الساعة 10 مساء، وتعالوا نشوف معاكم برضو التقرير الثاني على المباراة ونرجع لكم مرة تانية. وصلنا لأهم أخبارنا في فقرة On Fire News. نبتدي معاكم اول اخبارنا من عند القلعه الحمراء. النادي الاهلي وحسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للاهلي بقاء محمد الشناوي حارس مرمى الفريق مع الاهلي رافضا فكره رحيله في الميركاتو الصيفي المقبل. اكد كولر لاعضاء الجهاز الفني والاداره طبعا انه محتاج الشناوي ومحتاج انه يكون معاه الموسم اللي جاي، خاصه انه من العناصر الاساسيه اللي بيعتمد عليها في المباريات. كما نقل كولر رغبته الكبيره في انه الشناوي يستمر معاه وانه بيثق جدا فيه، وان شاء الله هيرجع وياخد مكانه الطبيعي ويتألق بعد الإصابة، خاصة أنه واحد من كبار الفريق وليه دور كبير جدا مع باقي اللعيبة، بالإضافة طبعا لأهميته الفنية الكبيرة مع الأهلي وخبراته الكبيرة.
علي معلول بقى قرر ان هو يسافر لتونس خلال الايام اللي جايه علشان يقضي اجازه هناك، ليه؟ علشان طبعا بعد ما اتصاب هيحتاج ان هو يتاهل فتره مهمه، وطبعا ده من الحاجات المهمه جدا انه اللاعب ياخد وقته فيها، غير الجراحه الخاصه بوتر اكيلس اللي اجراها اول امس يوم الاثنين. هيبدا معلول بعدها التاهيل بعد اسبوعين وفقا لتاكيدات الجهاز الطبي، وهيسافر اللاعب لتونس وبعد كده يرجع علشان يبدا مرحله التاهيل في القاهره. اما بقى عن احمد نبيل كوكا لاعب خط وسط النادي الاهلي، فخضع لفحص طبي علشان يحددوا موقفه النهائي من مباراه اياب نهائي دوري ابطال افريقيا امام الترجي التونسي المنتظره يوم السبت باذن الله. كوكا بيعاني من كدمه في كاحل القدم، ودي اللي بعدته من المشاركه في مباراه الذهاب امام الترجي برادس، ولكن خلال ساعات هيتم تحديد مصيره، خصوصا انه من اللعيبه اللي يمكن يكون الجهاز الفني مراهن عليهم ان هو يكون بديل لعلي معلول في المباراه. أما بقى عن أخبار القلعة البيضاء نادي الزمالك، فأشاد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب من التصرف الرائع جدا اللي قام بيه ياسين البحيري لاعب فريق نهضة بركان المغربي، ده كان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد ما تدخل علشان يمنع إنه نبيل عماد دونجا يقع أو يسقط على أرضية الملعب، مسك اللاعب وزي ما بنقول كده ما أجمل اللحظات الإنسانية اللي فعلا كرة القدم بتتلعب عشان اللحظات دي، عشان نتعلم منها حاجات كتير قوي، عشان الأجيال لما تشوف اللقطات دي تعرف ان كرة القدم قيمتها كبيرة قوي، مش فكرة انك تكون بتلعب كرة فقط، لا فكرة انك تكون بتوصل رسائل كتير قوي. قدر نادي زمالك صح ان هو يلقب او يتوج باللقب للمرة التانية في تاريخه ويفوز بالمباراة، وكان نهضة بركان هو الضيف المتواجد على أرض استاد القاهرة، ولكن شوف الاحترام والتقدير انه كان حريص جدا مجلس الإدارة الخاص بنادي الزمالك انه هو يشكر اللاعب ويقدره على التصرف ده، ويقدم بيان، البيان ده كتب فيه انه هو قد ايه بيحترم اللاعب ومتابعي كرة القدم عامة، وبيتمنى دوام التوفيق والتميز لياسين البحيري في مسيرته بكرة القدم. في المقابل رد ياسين البحيري لاعب نهضة بركان المغربي على بيان نادي الزمالك، وقال عبر صفحته الرسمية بإنستغرام: أصدقائي وأحبائي في الله، بيعجز اللسان ومعه تختلط الأحاسيس كي أرد على فيض مشاعر الحب الجارف اللي غمرتموني إياه. التقدير موصول لإدارة نادي الزمالك على رسالة شكرهم وتقديرهم الكبير ولكافة أطياف النادي وفصائله. أضاف كمان: ما فعلته مع اللاعب عماد دونجا هو واجب بيمليها علي ضميري والإنسانية، لأن هي مجرد لعبة، وروح المنافسة طبعا بتطبع بهكذا قيم وتصرفات. وتابع: شكرا للشاكرين والمتفاعلين ولمن ارتقوا باللقطة لمكانها الصحيح، أقصد مكانة الروح الرياضية والإنسانية، ممتن لكم محبكم في الله ياسين البحيري. وزي ما بنقول هو ده اللي بتتلعب علشان كرة القدم الإنسانية والقيم والمبادئ وحاجات كتير قوي 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 بنفرح وبنسعد إن هي دي اللي بتتعلمها الأجيال القادمة. أما بقى عن مجلس الإدارة، عمل اتفاق كده على تمديد عقد البرتغالي جوزيه جوماز المدير الفني للفريق لمدة موسم إضافي علشان يستمر مع الفريق لحد يونيو 2026، خاصة وإنه التعاقد مع جوماز كان لمدة موسم ونصف، ده المفروض لحد عام 2025. جاء اتفاق مجلس الإدارة على القرار ده بعد نجاح المدير الفني في الفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، ده خلال لقاء الإياب اللي جمع الفريقين على استاد القاهرة. مجلس الإدارة شايف أن استمرار جوماز أمر مهم جدا في الفترة اللي جاية علشان يوفر أكبر نوع من الاستقرار للفريق، وعلشان ينجح المدرب البرتغالي في حصد مزيد من البطولات في الفترة القادمة. أما بقى عن جوزيه جوماز المدير الفني لنادي الزمالك، عمل جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اللي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ملعب النادي استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. في البداية قدم المدير الفني التحية والتهنئة للعيبة وجميع أفراد الفريق على التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على نهضة بركان، وقال جوماز في رسالة خاصة للعيبة: بذلتم أقصى جهد خلال البطولة، وكانت طبعا النهاية سعيدة بالنجاح والتتويج، وكافة أفراد المنظومة بالنادي أشاد بيهم، وكمان قال الفريق انتهى من مرحلة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والآن أمامنا تحديات أخرى وبطولات ولابد من التركيز من أجل المنافسة عليها. في نهاية الجلسة قام لاعيبة الفريق بتحية المدير الفني وأفراد الجهاز المعاون، وتبادلوا التهنئة بالتتويج بلقب الكونفدرالية.
أما بقى المدير الفني لنادي الزمالك جوزيه جوميز كان حريص جدا إن هو يدي تعليمات خاصة لعبد الله السعيد لاعب وسط الأبيض على هامش ميران الفريق أمس، وعقد جوميز جلسة مع اللاعب على هامش الميران واداله كده بعض التعليمات الفنية الخاصة بالإضافة لبعض المهام الخططية المطلوبة منه علشان ينفذها خلال الفترة اللي جاية. بيستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه يخوض مباراة مودرن فيوتشر المقرر ليها غدا الخميس باستاد المقاولين العرب في إطار مباريات الجولة 24 مسابقة الدوري المصري الممتاز. مشاهدينا بعد ما تعرفنا معكم على أهم أخبارنا في صباح أون تايم، فاصل قصير بعدها نرجع نستقبل ضيفتنا اللي منورانا النهاردة الكابتن ياسمين سامي متسابقة رالي السيارات. انتظرونا بعد الفاصل في صباح أون تايم. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه مستكمل معاكم باقي فقراتنا. منورانا دلوقتي ضيفتنا الكابتن ياسمين سامي متسابقة رالي السيارات. بنرحب بك ياسمين، صباح الفل عليكي. صباح الخير، ازيك؟ منورانا. وطبعا في البداية بنقول لك ألف مليون مبروك على تحقيق المركز الثالث في بطولة مهمة جدا جدا لمسابقة الرالي. عايزينك تكلمينا بالتفاصيل ونقول مسابقة الرالي يعني ايه للناس اللي ما تعرفش تفاصيل عنها. هو بس تصحيحا، أنا مش بشارك في الرالي. الرالي ده نوع من انواع السباقات مختلف خالص عن النوع اللي انا بشارك فيه. طبعا هي موتور سبورت ليها انواع مختلفه من الرياضات والسباقات. فالرالي ده سباق عربيات 4x4 تشالنج بتبقى في الصحراء. انا بسابق سبيد على اسفلت عادي. في طبعا في سباقات السبيد وبيبقى في برضو سباقات دريفتنج، دي بتبقى عربيات تعديلاتها طبعا بتبقى اكتر بكتير وبتبقى بتعتمد على الانزلاق او الانجراف العربيه في التراك. اسمها سبيد اللي انا بشارك فيه سبيد. سرعه، سباقات سرعه. سباقات سرعه. فكان في يوم السبت بطوله مصر الشرق الاوسط لسباقات السيارات، كانت الجوله الثالثه ريفيتاب سبيد تيست، واحرزت فيها المركز الثالث فئه السيدات. طيب لو اتكلمت معاكي عن التفاصيل الخاصه بالمسابقه بتكون عامله ازاي وشكل ونوع اللعبه اللي عايز ينضم ليها، الموضوع بيبتدي من وانت في سن كام سنه، وايه الحاجات اللي لازم تكون بتتوفر عندك عشان تقدري انك انت تمارسي اللعبه؟ احنا لو هناخد من البدايه هي طبعا ملهاش سن، يعني لو هنقول إيلا لا، هو السن مفتوح از لونج ان انت الشخص بيقدر ان هو بيسوق. البدايه احنا ممكن تكون ريفيتاب ومنظم العام للبطوله كابتن سامح عبد القوي من حوالي سنتين بقينا نحرص على مشاركات الصغار الجونيورز من سن 7 سنين. فده طبعا كان هدف جميل جدا ان احنا يبقى في عندنا بقى جيل جديد من المتسابقين. بس ده قلبهم هيبقى ميت ان هم صغار. انا منهم ابني، يعني ابني بيشارك في السباقات. سباق السرعه ده احنا بنخاف عليهم جدا، فالسن صغير بس بتقوي الشخصيه قوي. طبعا بتقوي شخصيتهم وبتعودهم بقى، يعني انت عارفه زمان كان دايما الشباب او يحبوا العربيات ممكن يسوقوا العربيات بسرعات في اماكن غير مسموحه او اماكن غير مخصصه او في الشوارع، فده بيعرضهم وبيعرض الاخرين للخطر. فطبعا اعتقد ان احنا كده ده جيل جديد طالع عارف هو لما يحب يمارس اللعبه دي هيمارسها فين وازاي ويقدر يتوجه فين، فمش هتكون في خطوره طبعا يقدر ان هو يسببها للاخرين، لان هيبقى عنده وعي بحاجه اسمها رياضه السيارات. صحيح. مش ان انا العب بالعربيه بس. ايه اشهر الدول اللي عندها سباق السيارات ومتميزه فيها؟ بصي والله هو الدول، لو هنتكلم في الدول نطاق الدول العربيه على مستوى الشرق الاوسط، لا في دول كتير مهتمه برياضه السيارات، ومصر بتعتبر من ابرز الدول طبعا في الرياضه دي، لان احنا يعني لينا بصمه قويه حقيقه في مجال رياضه السيارات. لكن من الدول اللي موجوده واللي كانوا طبعا موجودين معانا وشاركوا معانا في البطوله الاخيره الكويت، عمان، الأردن، السعودية، بيجي لنا متسابقين من ليبيا، من العراق، من سوريا، مختلف البلاد العربية فيها موتور سبورت. كلمينا كده عن عدد الفرق اللي بتشارك، بيكونوا زي ما بتقول لنا قد إيه، وهل مرتبطين بأنه لازم يكون ليكي عمر سنين كتير في المسابقة علشان تقدري تشاركي كدولة، ولا لا ممكن تشاركي حديثا؟ لا ممكن تشاركي في أي وقت. يعني أنا شخصيا عن نفسي أنا بقالي 10 سنين في مجال رياضة السيارات، وعدد الفرق الموجودة في مصر وعدد كبير وبيزيدوا.
وبيتوقف على عدد المتسابقين اللي بيشاركوا في الفرق. يعني احنا ممكن نعتبر على الساحه حوالي دلوقتي يعني من اكبر الفرق حوالي 5 فرق رياضيه موجوده من الفرق الكبيره طبعا. وبتشرف طبعا ان انا بنتمي لفريق ريفيتا بريسنج تيم، هو بيعتبر من اكبر الفرق الرياضيه الموجوده في رياضه السيارات. احنا عددنا حوالي 25 متسابق في مختلف الفئات، سواء دفع خلفي، جر امامي، رباعي، سيدات، اطفال. فيعني بقالي في الفريق طبعا بقالي 10 سنين تحت قياده كابتن سماح عبد القوي. طيب لو اتكلمت معاكي ايضا عن الوقت اللي بتاخديه علشان تحضري للسباق بيكون تقريبا قد ايه؟ هو بيبقى على حسب بقى انت كل سباق داخليه عارفه طبيعته ايه. يعني احنا مثلا عندنا السباق اللي فات ده اكيد خارجه العربيه فيها مشاكل محتاجه ان هي تتظبط، وعندي سباق تاني يوم السبت فطبعا بيكون الوقت ضيق شويه. لكن التحضيرات طبعا بتبقى في تحضيرات للعربيه وتحضيرات ليا انا كمتسابق. تحضيرات العربيه معروفه الحاجات الصيانه الخاصه بيها، لكن كمتسابق بقى ان انت تبقي عارفه رسمه التراك لما يبداوا بقى المنظمين ينزلوها، لو في تدريب الواحد بيروح يتدرب نبدا نحفظ اللاي اوت الخاص بالتراك، نعرف هنعمل ايه، هحدد بلان كده في دماغي انا هسوق ازاي التراك. ايه الفرق ما بين المسابقات العاديه وما بين مسابقه الفورمولا 1؟ يعني من افضل واقوى المسابقات اللي بنشوفها وبنستمتع بيها، بتاخد ضجة كبيرة جدا جدا، وبتكون حريصة الدول على استضافتها، زي طبعا مدينة أبو ظبي من اللي بنستمتع بالفورميلا 1 فيها، نجوم عالميين بيجوا وبيشاركوا وكبار المتسابقين زي طبعا ما انت عارفة. فعايز أعرف منك إيه الفرق ما بين المتسابقين؟ لا طبعا هو في فرق كبير جدا، خصوصا احنا هنا في مصر ما عندناش لسه طبعا فورمولا موجوده، دي ليها عربيات وليها ستايل، نوع العربيه نفسه بيختلف. ليها عربيات خاصه بيها جدا في المشاركه. احنا الموضوع عندنا على سكيل طبعا اقل شويه، لان احنا من البدايه كده ما عندناش اصلا تراكات مؤهله لتواجد فورمولا 1 او حتى فورمولا 4 او اي نوع من الانواع دي. لسه احنا في مصر ما فيش حلبات تراك مجهزه، يعني احنا يمكن التراكات اللي موجوده هي تسمح كويس بمشاركات الكارتينج، مشاركات السبيد، بعض مشاركات السبيد الدريفت. معظم الاماكن اللي ممكن نشوف فيها السباقات بتاعتنا احنا بناخد ارض فاضيه خالص، وبنبدا بقى فريق التنظيم بيعمل السيت اب الخاص بالسباق، سواء من مدرجات الجمهور يقعد عليها، اضاءات، رسمه الارض، التراك نفسها بالاكويبمنتس الخاصه بالمسابقه. هل في رعاه متواجدين للمتسابقين؟ وده يخلينا نقول ايه اللي وصلنا ان يكون في رعاه للمتسابقين او للمسابقه عموما علشان نوصل للمرحله اللي بتتكلمي عليها؟ بصي، هي رياضه السيارات هي اغلى رياضه في العالم. يعني طبعا تواجد السبونسرز او الرعاه ده شيء مهم، بيتواجدوا بس طبعا ما بيبقاش بالعدد الضخم اللي احنا ممكن نشوفه في الرياضات الاخرى، لكن بيكون في تواجد لان هي بتعتبر استثمار وانفستمنت كويس جدا. الرعاه مهمين جدا للمتسابقين، لان زي ما وضحت لك ان هي رياضه غاليه، فدايما بيبقى محتاجين لدعم. الدعم ده بيأهل المتسابق ان هو يعني ابسط حاجه عايز يغير اي حاجه في عربيته، كل حاجه مكلفه، وطبعا مع تغيير بقى الفروق والحاجات الاقتصاديه الحاليه فزاد معاها ارتفاع الاسعار بما يخص رياضه السيارات. فلا، الرعاه عندنا بيبقوا حريصين حقيقي على التواجد كمان، مش بس يعني انا الفريق عندي فيه اكتر من سبونسر بيرعونا، بيبقوا كمان حريصين على التواجد في البطوله نفسها. التكاليف الخاصة بالسيارة، ايه التكاليف اللي السيارة محتاجاها علشان تتطور وتوصل لمرحلة ان هي تنافس في سباق السيارات؟ لا، هي تكاليف كتير. بس في نقطة عايزة احب ان انا اتكلم فيها، هي مش معنى ان احنا بنقول ان التكاليف كتير عشان اعد عربية قوية اقدر ان انا اشارك بيها سباق، معنى كده ان اي شاب او فتاة، يعني ما بحبش احط بقى تفرقة، ما يقدروش ان هم يسابقوا في الموتور سبورت. بالعكس، احنا باب المجال مفتوح لمشاركات كمان العربيات الستوك العادية اللي ما فيش فيها اي تعديل، لان احنا لينا برضو هدف ان بلاش نعمل حاجات خطر
في الشارع بتدخل العربيات دي وبتشارك، ممكن واحده واحده كده المتسابق يعمل لها اعدادات بسيطه، يكون بيلاقي ان هو محتاج يزود حاجه، هاند بريكس مثلا، هيدروليك هاند بريك، يغير يحط كاوتش معين، يحط حاجه سبور في العربيه، يزود اي قطع غيار هو بيشوف ان هو محتاجها، وممكن يشارك بيها كده زي ما هي لمجرد ان هو بيستمتع. وطبعا بيكون كل حاجه او كل مجموعه عربيات في بتنافس في الفئه الخاصه بيها، يعني فئه ال 1600، فئه ال 2000، ال 2500 بلس، فمحطوطين في الفئات الخاصه بيهم. لكن لو هنتكلم بقى على تكاليف، لا أيوة. ما بتنتهيش، كبيره تكاليف عاليه جدا. طبعا المشاكل اللي بتواجه المتسابقين هي التكاليف فقط ولا في مشاكل تانية؟ انت طبعا لا، غير التكاليف انت بقى كل متسابق بتواجهه حسب مشاكله، حسب طبيعه السباق اللي هيواجهه. يعني ممكن مشاكل على عيب مثلا هو، او حاجه نقطه ضعف عنده او عند عربيته في تحدي ليه مع رسمه التراك، مثلا ارتفاع درجه الحراره بتاعت الجو، دي حاجه برانا بس بيبقى ممكن الظروف ان احنا يبقى فيه سباق ويبقى الجو حر جدا، فالموضوع بيبقى بالنسبه لنا مرهق ومرهق للعربيات طبعًا برضه في نفس طبعًا الوقت. لكن كل الحاجات دي بنحطها ضمن التحديات اللي بتواجهنا، وان احنا بنحب اوريدي الموتور سبورت، فما ما بنركزش معاها، ما بتركزوش في الحاجات دي، الحاجات دي ما بتستوقفكوش انك انتوا لا مكملين تعطلكم لا لا خالص لازم بالتاكيد. ياسمين لسه حديثنا مطول معاكي، لكن هستاذنك واستاذن مشاهدينا فاصل قصير ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، انتظروا. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، سنستكمل حديثنا مع ضيفتنا اللي منورنا النهاردة الكابتن ياسمين سامي، متسابقة سباق السيارات. عودة لك يا كابتن مرة تانية، خلينا ياسمين نروح معاكي للجانب الخاص برضو بالسرعات. يعني الناس لما بتسمع فكرة انه سباق سيارات بيبقوا عايزين يعرفوا يعني العربية دي بتمشي على كام، او السرعة اللي ممكن ان انتوا تسوقوا بيها العربية، فعايزين نفهم منك هل بيبقى في متطلبات منكم تحققوها خلال السباق، في معايير معينه لشكل المسابقه، ولا لا ان انتوا بتفتحوا في السرعه ايا كان التراك شكله عامل ازاي؟ هو ده بقى الحقيقه نقطه مهمه جدا. لان ممكن حد يكلمني بقى انتوا هتجروا على كام، طب احنا هنيجي نشارك، احنا هنجري بقى. الموضوع مش جري، يجوا يشوفونا على السباق يلاقوا ان احنا ممكن لو جبنا ثالث في سباق يبقى كويس قوي، فلو ايه ده موضوع مختلف، بس احنا اوريدي بنعمل سبيد قوي سريعه جوه على قد المساحه اللي بتبقى مطروحه قدامنا ان احنا نسوقها، لان التراك بيبقى فيه اوردرز، هي المهاره مش ان انا اجري، جري بس ده في نوع من السباقات اسمه دراج ريس، ده ان احنا جري بس ما فيهوش اي حاجه ونشوف مين اللي هيسبق بقى. لكن ده مش منتشر عندنا قوي، ابتدت تبقى في حاجات بسيطه في الدراج ريس لكن مش بالانتشار الكافي. لكن السباقات المتعارف عليها بنقدر نقول عليها زي جيم خانا، بيبقى فيه اوردرز مطلوبه مننا، اوردرز بقى مسمياتها شهيره جدا، لكن في مهام لازم ننجزها في اسرع وقت ممكن وبدون اخطاء، يعني بدون ما نخبط في اي حاجه من اوبتيكلز التراك، لان ده بيوقع على المتسابق بنالتي. بس فهو ده الفرق، ان دايما اي حد بيجي في دماغه سباق سرعه ان احنا بنجري بس، لا هو احنا بنجري وبنفكر وفي حاجات بننفذها، فده طبعا بيبقى محتاج تركيز كبير جدا طبعا، واحيانا السرعه الزياده بتوقع في مشاكل كتير. فالموضوع محتاج سنس ومحتاج تحكم كمان في العربيه، وان انت تتحكم في عقلك وتبقى مفكر انت سرعتك المطلوبه ايه عشان تنجز كل الحاجات المطلوبه منك دي برضو في اسرع وقت وبدون اخطاء. ايه المعايير اللي على اساسها بيتم اختيار او تحديد انك تقدري تشاركي في المسابقات العالميه؟ ده اول حاجه. تاني حاجه، هل يستطيع المتسابق المتواجد او بيمارس اللعبه دي لكن مش في الرانكينج، هو مش متصنف، يقدر ان هو يبتدي ياخد كورسز، او هل المتسابقين العالميين بيقدروا ان هم يدربوهم، يكون فيه جانب متخصص في الجزئيه دي؟ بصي احنا خلينا نتكلم على سكيل الشرق الاوسط، يعني احنا في نطاق الشرق الاوسط طبعا في متسابقين من عندنا مصر، سواء في سباقات السرعه او في سباقات الدريفت، بيسافروا حقيقي بيرجعوا لنا بنتائج مشرفه جدا، وبيرفعوا اسم مصر بره في مختلف الدول اللي هم بيسافروها، وبيقدروا ان هم يشاركوا بسباقات، لان طبيعه السباقات او طبيعه حتى السيت اب الخاص بالعربيات ما بتبقاش بعيده قوي. احنا شاركنا في الكويت ورحنا تلقينا هناك دورات تدريبيه، وهم كانوا برضو موجودين معانا وبيتواجدوا معانا في سباقاتنا المختلفه.
فبالنسبه بقى للترتيب او للرانك المتسابق، هو متسابق بمجرد ان هو شارك في سباق احنا اوتوماتيكلي بيتحط له ترتيب يكمل بقى في عدد السباقات الموجوده على مدار السيزون، بيبقى ليه رانك على اخر السنه. فاحنا مشاركات سهله وسهل التواجد فيها، وطبعا دلوقتي السوشيال ميديا وطبعا تواجد قناه اون سبورت دايما معانا حتى في كل سباقاتنا بيسهل على اي حد ان هو يعرف يوصل ازاي ان هو يشارك في طبعًا. السباقات. لو كلمتك على حياتك، ازاي فكره انك انت تتوازني ما بين انه انا بحب اللعبه دي وعايزه اشارك فيها وعايزه احقق شيء، وحياتي بقى انا الشخصيه وانها لعبه برضو عايزه تركيز جامد جدا وعايزه انك تبقي متفرغه ليها وتطوري من نفسك فيها ايضا؟ طبعا هو بصي اي حاجه محتاجه تنظيم وقت. يعني دي ممكن حاجه انا تعودت عليها من وانا صغيره، ان انا دايما مثلا بدرس، هعمل دراسات عليا، هشتغل، انظم وقتي، هشتغل يعني برضو الجانب من شغلي ان انا في الميديا وسكرين رايتر، فانا بحب الشغل ده جدا، بس انا بحب برضو يبقى عندي شغل كشغلي في مجال البنوك. جيت بقى دخلت في الموتور سبورت، حبيت اعمل ميكس شويه موتور سبورت والميديا، فبقيت مسؤوله الميديا في بطوله مصر الشرق الاوسط، غير طبعا مهام التنظيم وان انا تواجدي كمتسابقه. فتنظيم بقى الوقت هو بيبقى طبعا فيه ضغط، بس انت بتحطي اولويات طبعا، ولازم ننظم الوقت. وطبعا العيله ده بيبقى ليه دور مهم جدا. يعني في الاول انا يعني والدتي من البدايه كانت سبورت معايا، في بتديني سبورت في المشاركات. حاليا جوزي هو برضو هو المنظم العام لبطوله مصر الشرق الاوسط ومتسابق. فيعني احنا اوريدي في البيت حوارنا كله موتور سبورت، يعني انا وهو السيارات وعن السباق، فتحسي ان هي النقطة الغالبة عندنا. بس طبعا كزوج بقى هم هنفصلوا بقى عن الموضوع ده، فلازم انت ترتبي وقتك طبعا بالعافية، مسؤوليات على المسؤوليات. بس اللي بيحب حاجة بيعملها وما بتبقاش عائق جدا. وعلى فكرة هو احنا معانا برضو نماذج مشرفة كتير، سواء السيدات كمان اللي بيشاركوا معايا، كلهم عندهم بيوت وكلهم عندهم مسؤوليات وكلهم عندهم شغل، لكن انت لازم يبقى عندك حاجه ليكي، حاجه انت بتمارسيها، حاجه انت بتحبيها. ويعني مش شرط ان انت تبقي بتحققي مراكز، ومش شرط ان انا بس ده الشيء اللي بيساعدك بتطلعي الباور بتاعك فيه بالظبط، حاجه انت بتحبيها، زي حد بيحب يرسم، حد بيحب يعزف مزيكا، يغني، هوايه من الهوايات بالظبط. فده شيء مهم. ايه الخطوات المهمه جدا يتم اتباعها في مصر علشان يكون في تطور للعبه سباق السيارات في مصر؟ هي رياضة السيارات محتاجة ان هي، مش هقول ان هي محتاجة سبوت، لكن محتاجة اهتمام اكبر. يعني احنا عدد الجمهور عندنا ضخم جدا، تواجد من الجهات الرسمية متواجدين، لكن محتاجين ان احنا يبقى في عندنا حلبات تراك بشكل افضل، حلبات تراك نقدر ان احنا متغيرة، او حلبة نقدر ان احنا نمارس فيها الرياضة بشكل افضل، لان هي دي بالفعل دي هتبقى خطوة فارقة جدا. لكن كحاجات تانية لا، يعني احنا بنتعامل، يعني منظمين في الموتور سبورت حقيقي بيعملوا مجهود كبير جدا علشان يعملوا السباقات. يعني تقصد الامكانيات موجودة متاحة لينا، ولكن يكون في تنفيذ لده على ارض الواقع، يكون في تراكس بتتعمل، التركيز مع رياضة سباق السيارات بشكل كبير جدا علشان نبتدي نطور الجزئية دي. طيب بالزبط. إذا اتطورت، متخيلة إن احنا فعلا ممكن نوصل لمكان كويس؟ طبعا، وعندنا متسابقين جيدين، احنا اوريدي في مكان كويس، فإحنا هنوصل لمكان أعلى. إحنا متسابقين عندنا من أحسن المتسابقين ومن أحسن السواقين حقيقي، سواء في السرعة أو في السبيد، وكمان في الرالي عربياتهم إمكانياتها قوية وإمكانياتها عالية جدا. ده يخلينا نأكد يا ياسمين برضو في نهاية كلامنا على أنه فعلا لما بيكون في اهتمام بالتراكس الخاصة بأي لعبة تستحق، زي الدرجات شفنا طبعا. التراكس اللي اتعملت في العاصمة الإدارية الجديدة، شفنا الاهتمام بأن يكون بتستضيفي بطولة مهمة جدا 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 هنا على أرضك وعلى أرض مصر. بتمنى إن شاء الله أن يكون في اهتمام أيضا بالتراكس الخاصة بالسيارات خلال الفترات القادمة إن شاء الله. حياتنا ليكي، نورتينا. مرسي ليكي، شكرا، مرسي ليكي.
مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم لنهاية حلقتنا، كانت منورانا فيها ضيفتنا الكابتن ياسمين سامي متسابقة السيارات، ونشوف حضراتكم على ألف خير وحلقة جديدة من صباح أون تايم، ويومكم خير وسعادة وفرح.